عرفتي وليتي كتمشي عند مول المخبزه ولا مول البغرير والحرشه، كتقول ليه اعطيني واحد 3 دراهم ديال الحرشه ولا 4 دراهم ديال المسمن بالعسل، كيقول لك لا كاينه بان سويس شي بان شوكولا بان دومي. بغيت نفهم واش الاتفاقيات داروا حتى في مول الحرشه ومول المسمن ومول الخبز؟ راه 22 اتفاقيه يا معلم، وفي بزاف ديال المجالات، ها النقل، ها التجاره، هل داكشي ديال الموانئ، هل الفلاحة، الطاقات المتجددة، وهادشي كامل كيدل على أن غدا ولا بعد غدا غيتفتحوا بزاف ديال المشاريع في المغرب، وهادشي اللي غادي يخلي بزاف ديال الناس يخدموا، يعني بزاف ديال الأسر المغربية ولا بزاف ديال الناس مغاربة اللي ما لاقينش خدمة دابا، فراه غيبداو يلقاو فرص شغل غدا ولا بعد غدا. لو الواعرة من هادشي كامل هو أن بزاف ديال الخدامي غيبداو بانوا في الصحراء المغربية، راه شي ناس يا جدك باقا ما بغاش تدخل لهم هادشي لراسهم، باقيين حاصلين وكيدويو غير في خوال خاوي. وغتخيل معايا، تخيل معايا الخنجر اللي عطى سيدنا صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله اللي كيتسمى بالكوميه، وغير العمر ديالو وفيت العمر ديال دوله على قدها. المهم غير اللي ما عارفش البلان ديال الخنجر ولا هاد الكوميه، هذا راه رمز يعني كيبين على القوه، كيبين على الصداقه، كيبين على الاخوه، وكيكرم لحسن الضيافه. وبحال هاد الامثله ديال الخنجر راه كان كيتعطى ميم حتى في العهد ديال حسن الثاني رحمه الله. وغير باش نرجعوا شويه للتاريخ ونفصلوا هاد الشيء وعلاش قلنا بان التاريخ ديالو راه قدم من التاريخ ديال شي دول، لحقاش هذا هو اللي كان كيحاربوا به المغاربه دفاعا عن فرنسا. وسير تقلب في المجلدات وقلب في الديكسيونير باش يالله تفهم شنو كان واقع في ذاك الوقت. وتخيل معايا خنجر التاريخ ديالو ولا العمر ديالو كبر من العمر ديال الدوله. لو اللي غادي تزيد تسالي معايا كاع كشر صافي وغادي تجيب لي التمام، هو ان الجزائر من شحال هادي وهي كتطلب فرنسا غير باش تعترف بان راس الصحراء ماشي مغربيه. وخلينا من هذا الموضوع، هذا كتجي كتطلبهم غير باش يعطوهم الجماجيم ديالها. الجدود اللي ماتوا شحال هادي في ديك القضيه ديال مليون ونصف مليون شهيد، باقي الجماجيم ديالهم في فرنسا. وتخيل معايا دوله اللي كتطلب الجماجيم وباغا تعرف غير التاريخ، خاصها الوراق. وانا من هذا المنبر هذا كنطلب ايمانويل ماكرون الله يرحم بها الوالدين، عطيهم الوراق ديالهم، شي واخا ما تعطيهمش الاوريجينال، وغنصورهم سكانيهم في التليفون وصيفط لهم الفوتوكوبي. راه شي ناس باقين كيقلبوا على التاريخ. وتخيل معايا دابا هادو كيقلبوا على التاريخ وكيتسناو الوراق وباغيين الارشيف من الدوله اللي حنايا دابا حاليا كطلب فينا هالعار، نجيب الغاز، نجيب المازوط، نجيب ليسونس، نجيب الفلوس، عطاونا غير كيفاش نستثمروا في بلادكم. وفرق كبير ما بين دوله اللي عندها تاريخ ولا ما بين دول اللي عندهم تاريخ ودوله اللي ما عندها لا تاريخ لا جغرافيا. وفينا المهم كتلقاه كيجي كيتشفى فيك، الوغ هما المواضيع ديالهم كامله كدور حول الزياره ديال ماكرو المغرب، باقي ما بغاش تصرت ليهم، خلاو الرئيس ديالهم تبون اللي هاجر لمصر، ومن تما غيدو سلطنه عمان في العود ما يتبعوه، متبعين غير ماكرون شنو كيقول كل نهار. ولكن راه بالسيف، وعندك ماكرون في المغرب هنايا في الرباط جالس كيبرم في الاتفاقيات وكيشوف شنو هي الاستراتيجيه ولا المنهج اللي غادي يقدروا يديروا مع المملكه المغربيه باش يقدر يستثمر في البلاد ونتعاونوا معاه حتى حنايا في اي حاجه اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا سياسيه. وعاد بزيد واحد الوفد اللي جا من استراليا دابا كاين حاليا في الصحراء المغربيه. وما نساوش بان سيدنا الملك محمد السادس نصره الله اللي طلب من اسبانيا قال لهم اللي احتاج يشوا الدعم فهادشي اللي وقع عندكم ديال الفيضانات، حنا راه المغرب موجودين وما نهملوش بيان سور القضيه اللي عارفين حنايا كاملين اللي هي القضيه الفلسطينيه. راه الفلسطينيين غير اليوم شكروا المغرب على المساعدات اللي قدمها لهم. وهنا فاش كتهضر على شي بلاد عندها تاريخ وعندها بوا في العالم، راه ماشي جات غير بالهضره ولكن بالفعل. وتخيل معايا اقرب جوج دول لينا حنايا لحنا للجيران وهي اسبانيا وفرنسا، واسبانيا وفرنسا ولا واقفين دابا حاليا على المغرب. حنا راه عارفين فرنسا راه فاش كانت في افريقيا كانوا عندها شركات ديالها، كانوا عندها استثمارات، وعرفنا يعني من مورا المشاكل اللي وقعوا في افريقيا جنوب الصحراء بان بزاف ديال الشركات الفرنسيه اللي فقدوا الاستثمارات ولا فقدوا التجاره ديالهم ولا الاقتصاد ديالهم في افريقيا، فراه دابا حاليا كيشوفوا الوجهه الوحيده اللي عندهم وهي يبنيوا العلاقات مع المغرب وترجع العلاقات كيف ما كانت من شحال هادي قبل. وهادشي ماشي انا اللي كنقولو، راه ايمانويل ماكرون راه عارف التاريخ وراه قال بطرف لسانه بان المغرب راه من اقدم المملكات اللي كاينين على الكره الارضيه. وتجي نتايا يا الكرغولي تقول لا الصحراء ديال الجبهه، الصحراء الغربيه، لا الصحراء ماشي ديالكم، اش من بند ولا اش من ديكسيونير ولا اش من مجلد قريتي فيه باش كتجي تعطينا الراي ديالك. المهم من هادشي كامل الزياره راه باقي ما سالاتش، وباقي غدا وبعد غدا غادي تصدموا. وفرنسا راه ما غاديش تحل غير قنصليه واحده في الصحراء،
راه غتحل القنصليات. الحمد لله الصحراء المغربيه راه كبيره وواسعه، والحمد لله لاننا تزادينا مغاربه وعطانا سيدي ربي واحد الناس في الجيران اللي كنشدوا هذه القضيه ديال تقرقيب الناب في القهاوي وكيفوجوا علينا مره فاش كنكونوا مقلقين. ديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. عاش سيدنا وعاشت الوحده الترابيه المغربيه والصحراء المغربيه الى ان يريش الله الارض ومن فيها. فيديو ديالنا سالا، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الله.